بسم الله الرحمن الرحيم. تندو قوات القمع اللي منعتنا من وقفه احتجاجيه من اجل اطلاق معتقل حركه 20 فبراير من مركب الثقافي سيدي بليوط، وتحقنا بمحاكمه نشطاء حركه 20 فبراير المحكمه، والان تنعتصم بما قال بسي اعتصام مدة 24 ساعة من أجل إطلاق سراح معتقل حركة 20 فبراير. وتنشكر جميع الحركيين وجميع الأطر اللي متعاونة معنا ومتواجدة معنا بمقال بسي.